كرتونة البيض دلوقتي سعرها ما بين 75 ل 80 جنيه. في ناس بتقول البيضة بقت ب 3 جنيه، وطبعا ده مخلينا كلنا خايفين لقطر الزيادات يكمل في سكته وياخد في وشه اللي فاضل من جيوب المصريين. علشان كده لازم تعرفوا الخبر الحلو بخصوص انخفاض ب 1500 جنيه في أسعار الأعلاف خلال الأيام اللي جاية. فهل ده أو معنى كده إننا على أبواب انخفاض قريب جدا في أسعار البيض والدواجن، ولا إيه الحكاية؟ خليكم معانا تعرفوا كل التفاصيل. بقالنا أسابيع واللي شغالين في إنتاج الدواجن والبيض ما بطلوش شكوى بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف لأرقام قياسية، وكمان نقص حجم المعروض منها في السوق. مؤخرا طلع اكتر من مصدر ومنهم عبد العزيز السيد رئيس اتحاد منتجي الدواجن علشان يحذر من اضرار بعض المزارع لتصفيه اعمالها بسبب نقص الاعلاف والبيع بخساره للتجار. حسب كلامه في وقت سابق في مزارع دلوقتي مش قادره انها تشتري علف للدواجن، وبتبيع سعر كيلو الدواجن تسليم المزرعه ب 28 جنيه في حين ان تكلفته 35 و36 جنيه. قفل المزرعه هيضر السوق كله بعد ما خلاص كلنا وصلنا للاكتفاء الذاتي. بس دلوقتي الوضع اتغير، ويبدو كده ان الامور في طريقها للحل، وده بعد ما كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية عن افراج مصلحة الجمارك عن كميات كبيرة جدا من الذرة المستخدمة في صناعة الاعلاف خلال الثلاث ايام اللي فاتت. وحسب وصفه الكميات المفرج عنها تقدر تكفي السوق المصري كله. علشان كده توقع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية تراجع سعر طن الاعلاف خلال ايام ل 12000 جنيه بدلا من 13500 في السوق المصري وبقيمة 1500 جنيه في الطن الواحد. كمان قدم السيد كشف الأسعار السوق المتداولة حاليا، وقال إن سعر كيلو الفراخ البيضة بيتراوح ما بين 40 وحتى 42 جنيه، كيلو البانيه مسجل 85 جنيه في السوق المصري و40 جنيه للكيلو الكبد والقوانص. بالنسبة بقى للبيض، كرتونة البيض الأبيض بتسجل 70 جنيه تسليم أرض المزرعة في الوقت اللي وصل فيه سعر كرتونة البيض البلدي تسليم مزرعة برضو ل 72 جنيه. كمان سعر البيض الأحمر سجل 76 جنيه بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وده وفقا لنوع مناطق أو كمان لتنوع المناطق على مستوى الجمهورية. وبتصل كمان كرتونة البيض للمستهلكين بأسعار تبدأ من 75 ل 80 جنيه. من وجهة نظر رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية الأسعار ما تأثرتش بالارتفاع الكبير اللي حصل في أسعار الأعلاف. في نفس الوقت أكد أن مباحث التموين أي مبدورها في عمليات التفتيش على المحال التجارية لمتابعة أسعار كرتونة البيض ومتابعة كمان أسعار الدواجن لمنع التجار من تعظيم المكاسب على حساب المواطن. انتم كمان قولولنا الأسعار وصلت عندكم لكام، وهل فعلا البيضة سعرها 3 جنيه زي ما بعض الناس بتقول على السوشيال ميديا، وهل تتوقعوا كمان حل الأزمة قريب جدا؟ في انتظار تعليقاتكم.